بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمنع الاقتراب منها، تركيا تنتظر وصول أول شحنة حبوب أوكرانية مساء اليوم. لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الشحنة الأولى من الحبوب التي غادرت ميناء أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي ستصل بعد منتصف ليل الثلاثاء إلى إسطنبول، وكان من المقرر أن تصل سفينة الحبوب بعد ظهر الثلاثاء وهي ترفع علم سيراليون، وغادرت مرفأ أوديسا الاثنين عقب قرابة التاسعة صباحا السادسة بتوقيت غرينتش حاملة 26,000 طن من الذرة باتجاه مرفأ طرابلس في شمال لبنان، لكن بات من المتوقع أن تصل بعد منتصف ليل الثلاثاء أي اعتبارا من الساعة 21 بتوقيت غرينتش إلى اسطنبول بحسب وزارة الدفاع التركية. وسيتم تفتيش السفينة على يد مسؤولين روس وأتراك وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة بحسب رويترز. وكانت سفينة رازوني ليل الاثنين الثلاثاء قبالة السواحل الرومانية، لكنها قطعت نظام التعرف الأوتوماتيكي على الموقع الذي يسمح بتقفي مسارها عند نحو الثانية صباحا بتوقيت غرينتش بحسب بيانات موقع مارين ترافيك لتعقب حركة السفن وفق ما قالت فرانس بريس. ولم توضح وزارة الدفاع على الفور أسباب هذا الانقطاع الذي يتيح للسفينة الاختفاء عن الرادار، لكن من المرجح أن يكون حصل ذلك للتهرب من تتبع الصحفيين لحركة السفينة والذين ينتظرون وصولها إلى مدخل مضيق البوسفور. وتقدمت السفينة ببطء شديد 7 عقد الاثنين في المياه الأوكرانية بسبب احتمال وجود ألغام، لكنها زادت سرعتها لاحقا. وسيفتش السفينة فريق من مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية بموجب الاتفاق الذي وقع في إسطنبول في 22 يوليو بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي. وبحسب الإجراء لن تدخل السفينة ميناء إسطنبول، بل ستجري عمليات التفتيش في البحر خلال رسوب السفينة عند مدخل مضيق البوسفور في البحر الأسود. وحذرت وزارة الدفاع التركية من اقتراب القوارب بما فيها القوارب التي تقل صحفيين من السفينة قائلة: لن يسمح للقوارب بالاقتراب من السفينة، ستتخذ قيادة خفر السواحل الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. متابعين الأعزاء، في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.